نعم. الشيخ، هل يجب عليه إنكار المنكر إذا رأيت إنسان مسبل أو حالق لحية أو شارب دخان أو سامع أغاني؟ يجب عليه إنكار كل منكر؟ كان كل في المسجد مثل في الحرم وأرى كثير مسبلين. هو اتقوا الله ما استطاع. الواجب إنكار كل منكر على كل فاعله، لكن اتقوا الله ما استطعتم، لأن كون الإنسان مثلا في مجتمع أكثرهم حالق لحاح ليس من المستطاع أن الإنسان يمسك كل واحد يقول هذا حرام، لكن اتق الله ما استطعت. ربما إذا جمعك مجلس مع أحد من هؤلاء تنصحهم.